رسالة دي للقناة العاشرة الإسرائيلية. اسم شخصيتي في المسلسل القادم إن شاء الله أبو عبيدة. القناة العاشرة الإسرائيلية بتطالب الشعب الإسرائيلي بمقاطعة أعمالي، لأني عملت فيديو بيحث العرب على الاتحاد والدفاع عن إخواتنا وستاتنا وأطفالنا ودمنا في غزة، فبتقول لهم ما تشوفوش مسلسلاته تاني وما تسمعوش أغاني تاني علشان ده راجل بيدافع عن إخواته في فلسطين. فأنا بقول لهم إن يعني ده أقل واجب أعمله تجاه إخواتي، والواجب التاني اللي أنا بعمله عشان كنتوا، يعني دي الرسالة دي للقناة العاشرة الإسرائيلية. اسم شخصيتي في المسلسل القادم إن شاء الله أبو عبيدة، وعايزين صوتنا يوصل لمين؟ يعني عايزين صوتنا يوصل لمين برا بلادنا؟ صوتنا يوصل لبلادنا. بلادنا عندها جيوش وعندها أسلحة، وبنشتري أسلحة وبنشتري دبابات وبنشتري طيارات، وبنسيبها لحد ما تصدي وتترمي ونشتري غيرها. هنستخدمها امتى؟ اسلحتنا وجيشنا وجيوشنا. وصوتنا يوصل لمين بره؟ احنا عايزين مين بره يدافع عننا؟ ده قمه الجبن وقمه عدم الرجوله، وقمه لما نقول احنا عايزين نكتب بالانجليش عشان بره يعرفوا ان احنا بنتضرب. وانت فين؟ انت فين بلدك وفين جيشك؟ صوتك يوصل لحكومتك، قول لحكومتك طلع السلاح وروح حارب. انجلش ايه؟ مين هيدافع عن عربي زيه زيك؟ ده نقول كلام عاقل.